في المتوسط واحد من زملائنا كان ولد صاحب مطعم وكل يوم يجي وريحته العشاء اللي تعشاه الليله اللي قبلها. صاحب اللي يجلس جنبه يقول له فرش اسنانك يرحم والديك، يقول بفرشهم لكن اليوم اللي بعده ينسى ويجيب ريحه أسوأ من اليوم اللي قبله. اخر هداك وصل حده جاب وياه ملح وما شفناه الا ماسكينه ويحط ملح في بوزه، وانا اشوف المشهد اقول اشمعنى يعني الملح، وسبحان الله الريحه وقفت لان الريحه سببها بكتيريا والملح يقتل البكتيريا.